أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن أهمية زراعة النخيل تتجاوز كونها جزءا من الإرث التاريخي لمملكة البحرين لتشمل دورها المتنامي في دعم الاستدامة البيئية والتنمية الزراعية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان خيرات النخلة والذي انطلق صباح اليوم بسوق المزارعين الدائم في هورة عالي ويستمر على مدى 3 أيام متتالية. ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من خيرات النخلة بالإضافة إلى معرض صغير للحرف اليدوية لإبراز الحرف التقليدية البحرينية. وأشار سعادة الوزير إلى اهتمام وزارة شؤون البلديات والزراعة بتنمية القطاع الزراعي وتطوير قطاع النخيل المستدام من خلال الحفاظ على التراث الزراعي وإنشاء المجمعات الوراثية لأصناف النخيل المحلية بهدف تقييمها والمحافظة عليها وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية عبر إدخال التقنيات الحديثة في خدمة وصيانة أشجار النخيل. وخلال الافتتاح أشادت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبالتوجهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي للحفاظ على أشجار النخيل كونها جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي لمملكة البحرين. ومن جانبها قالت السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية إن المهرجان يشكل منصة مثالية للمزارعين والأسر المنتجة وغيرهم من المشاركين لعرض منتجاتهم والتفاعل مع الجمهور، ويتيح للزوار فرصة لاكتشاف خيرات النخلة علاوة على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على زراعة النخيل. حقيقة فخورة أن أكون معكم اليوم هنا في النسخة الخامسة من المهرجان خيرات النخلة. هذا مهرجان عزيز على قلوبنا ونتطلع على في كل صيف، لأن البحرين الحمد لله رب العالمين فيها خير من الشجرة المباركة وهي النخلة. أنجزنا جولة، أو خلينا نقول جولة بسيطة ببداية الزيارة، وشفنا من الخيرات ما شاء الله والتنوع عند المزارعين البحرينيين شيء يفرح. هذا المهرجان مهم جدا بالنسبة للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبالنسبة لمملكة البحرين، أولا للترويج عن النخلة ومنتجاتها وبيان الخيرات اللي موجودة في البحرين، وثانيا لدعم المزارعين العاملين اللي هم يعني يحافظون على هالثروة القيمة في مملكة البحرين، ثالثا لدعم الجهات اللي تشتغل على صناعات تكميلية حق التمر والرطب. واللي بيزور هذه المهرجان بيلاحظ تنوع جميل ما شاء الله في المأكولات، في خلينا نقول الحلويات، في حتى المخللات اللي ينتجونها من منتجات النخلة. هناك كذلك صناعات يدوية طبعا من السلال والمديد وهالأمور، يعني بعد الحمد لله رب العالمين موجودة. وهناك أيضا جهات اشتغلت أن هي ترسم النخلة على بعض المنتجات أو أن هي تسوي كذي منتجات خفيفة اللي الواحد يحتاجها في حديقته، يحتاجها في بيته، وفيها من روح النخلة والرسومات اللي متعلقة بالنخلة. إرث زراعي غني بمملكة البحرين، تعد النخلة من أهم ركائزه منذ سنوات طويلة. وجاء مهرجان خيرة النخلة في موسمه الخامس ليسلط الضوء على مكانة شجر النخيل لدى المجتمع البحريني والخليجي وإنتاجها المتميز من الرطب، والذي لا يزرع بعض أنواعه إلا في البحرين. وجدنا في هالمهرجان ما هو إلا دليل وانعكاس على أهمية هاي القطاع على المملكة. احنا راح نكون دائما داعمين وسباقين في هاي المجال. مثل ما ذكرتي مهرجان نخلة هاي يعتبر مهرجان حلة الخامسة، والحمد لله سنة عن سنة قاعد هاي المهرجان يتطور بطريقة أحلى. السنة عندنا حوالي 60 مشارك بين مزارعين أسر منتجة. هذا المهرجان بتنوع خياراته يعد مرجعا للأجيال وزوار البحرين من خلال إبراز خيرات النخلة وما تطرحه من رطب في فصل الصيف. مهرجان النخلة من مهم المهرجانات علشان الأولاد تعرف أصناف النخيل، تعرف أصناف الرطب، تعرف أصناف، يعني نرغبهم على أشياء يأكلون شيء مفيدة. يعني هذه النخلة الرطب مالها
الأكل مالها الرطب التمر أحسن لها من غذاء أحسن من أشياء ثانية، يعني حلاوة كاكوات ما كاكوات. أنا عندي على تعريف أولادنا وأطفالنا على المهرجان النخلة وعلى أنواع الأصناف الرطب أفضل من أشياء ثانية. شيء مهرجان النخلة هذا نوع الدرس حق المواطن البحريني المواطن الخليجي، لأن في بعض الخليجيين ما عندهم نوع من الإخواجة ومرزبان هذا بس في البحرين، وهذا الحين عندنا 9 أنواع من الرطب في البحرين تقريبا، ومنها المشهور الخلاص والخنيزي، وهذا يعتبر درس حق عشان الناس تعرف وش إنتاج البحرين في الصيف. صراحة إحنا سنويا ننتظر هاللحظة، يعني أساسا نأخذ الرطب، نأخذ طبعا عدة أنواع من الرطب القديمة واللي يعني ما شاء الله تحسسنا بالماضي. والمهرجان هذه مو بس حق الرطب، فيه أشياء وايد ثانية يعني. فأنا حريصة إن أجيب عيالي أحفادي عشان نعلمهم على التراث القديم، على الرطب أنواعه ومنتجاته، إن البسر الأشياء هذه، وهم بروحهم عيالي تنقون يعني نقون النوع اللي يحبونه. مهرجان خيرات النخلة يعد فرصة لكل مزارع بحريني لعرض منتجاته وتسويقها، وسوقا مفتوحة لعرض المنتجات المتنوعة التي يطلقها المشاركون في هذا المهرجان. فعالية سنوية غنية بخيرات النخلة تنطلق للاحتفال بموسم الرطب والتشجيع على ابتكار وصناعة منتجات متنوعة مرتبطة بالنخلة لما لها من دور كبير في إبراز أهمية النخلة لدى المجتمع البحريني. حول القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.